اليوم ذكرى عيد الشهداء بقدر ما هي من قيم التضحية في سبيل الوطن بقدر ما فيها أيضا أسئلة كثيرة حول أحوال ذوي الشهداء في ظل الأزمة والظروف الاستثنائية اللي عم نعيشها. يجب أن نذكر أن مكتب شؤون الشهداء بديع شغله عام 1970 بهدف تقديم الخدمات لأسر وذوي الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم الطاهرة ليبقى الوطن حر كريم منيع على الأعداء والإرهاب. وما زالت مهام المكتب ومسؤولياته كبيرة وخاصة بعد الحرب على بلدنا. لنتعرف أكثر على أعمال المكتب من خدمات والأعباء التي تقع على عاتقهم. خلونا نتعرف مع بعض مع العميد نبال بدر مدير مكتب شؤون الشهداء. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. صباح النور وكل عام وأنتم بألف خير ووطننا بألف خير. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر والعودة الكريمة للمخطوفين والمفقودين. أمين يا رب. يسعد صباحك سيادة العميد. بالبداية خلينا نحكي مع حضرتك عن مكتب شؤون الشهداء يلي هو كان يقدم خدمات طبعا قبل الحرب والهجمة الشرسة على سوريا. الآن شو نضف له أشياء جديدة للمكتب؟ شهداءنا مكرمين من وقت تأسيس المكتب، كرم الرئيس الخالد حافظ الأسد وما زلنا بنفس التكريم عم نكرمهم. حقلهم نحاول نستعجل بكافة مستحقاتهم، والفرق الوحيد يلي حصل على هي انه اتمت العمل حاليا، فصار ما عاد في وقت انتظار لذوي الشهيد لياخذوا مستحقاتهم او بطاقات الشرف او طلباتهم المطلوبه، مستحقات لهم الطبيعيه. بس سيادة العميد نحن عم نحكي عن رعايه مكتب الشهداء والمسؤوليه الكبيره اليوم على عاتقه، فست سنين من الحرب على سوريا، في عدد كبير من الشهداء رووا تراب هالوطن ليبقى طاهر منيع في محاربه الارهاب، قديش فعلا تضاعفت هي المسؤوليه عليكم؟ بقدر ما في شهداء كثير بقدر ما في ناس عم تشتغل كثير. فالحمد لله هلا بالعكس، سابقا كان شوي في تأخير بتأمين مستحقات ذوي الشهيد أو بطاقاته أو وثائق الاستشهاد تبعه، فالحمد لله هلا بحكم التطور يلي صار فصار العمل تقريبا حاليا أغلبيتهم أتمت، وهلا الحمد لله ما عاد عندنا عدد غير كتير يلي مجهولين مثلا زويهم بمناطق بعيدة أو هي، أما فعليا أغلب الشهداء هلأ عنا صار منجز مستحقاتهم. عنا عدد كتير بسيط هلأ قيد الإنجاز، يعني صرنا تقريبا هلأ كل يعني شهداء الشهر الماضي هدول يلي هلأ عم نشتغل فيهم، أما كشهداء عسكريين إن الله راد كلياته أصبح منجز. نعم، كل الرحمة أكيد لأرواح شهدائنا ويعطيكم العافية. سيادة العميد ذكرتي عن بطاقة الشرف، خلينا نحكي عن هي البطاقة أكثر. نعم. شو أهميتها وشو بتقدم لذوي الشهداء؟ هي البطاقة بيستحقها زوجة الشهيد وأولاده ووالده ووالدته. نعم. طبعا بتلتغى الشهادة بعد وفاة أحد المستحقين، يعني المستحق يلي إلا إذا توفى بتلتغى الشهادة. زوجة الشهيد في حال تزوجت كمان بتلتغى هي الشهادة. البنات الشهيد بعد ما يتزوجوا كمان بتلتغى. ابن الشهيد لحتى يخلص المراحل التعليمية تبعه هي بتحقق له بال50% بالمواصلات برا وبحرا وجوا، المعالجة الصحية بكافة المشافي والمستوصفات العسكرية لحامل البطاقة. يعني بفترة الظروف الصعبة يلي عم تمرق فيها سوريا صار في كتير العديد من الجمعيات الخيرية، صار في كتير يمكن من النشاطات التي تعنى بذوي الشهداء وأيضا بالجرحى. هل عم يتم التعاون مع هاي الجمعيات؟ كيف عم يتم التشبيك بينكم وبينهم أيضا؟ فعليا هي الجمعيات تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لازم تكون، ونحن كوزارة الدفاع كافة مستحقات الشهيد عم نعطيها. هي الجمعيات أحيانا بتكون لها
التكريم الخاص فيها بيتم التنسيق بينه وبين الإدارة السياسية وبين مكتب الشهداء حسب نعطيهم نحن بنساعدهم بالأسماء الشهداء إذا حابين هن تكريم إضافي عن تكريم الدولة لهم. يعني التشبيك عم يكون موجود؟ عم يكون عن طبعا عن طريق الإدارة السياسية بيتم بيننا وبينهم وعن طريق وزارة الدفاع. طيب سيادة العميد، خلينا نحكي عن الصعوبات اللي عم تواجهكم في مكتب الشهداء. قديش فعلا تضاعف العمل والمجهود الكبير في ظل الأزمة؟ يمكن في كتير مجهود عم تبذلوه ما عم يبين كتير على العين، بس في جنود مجهولين معكم بالمكتب يمكن مستمرين على مدار الساعة ليتابعوا أحوال ذوي الشهداء ليستمروا في رعايتهم لحظة بلحظة. لا، مكتب الشهداء المكتب الرئيسي بدمشق بكافة المحافظات لتسهيل أمور ذوي الشهداء ومتابعة أمورهم في مكاتب بكل محافظة مختصة بأي طلب لذوي الشهيد أو أي مشكلة، وهي بنحاول نحن ندخل فيها ونعالج لهم إياها وعن طريقهم حتى طلبات منشان نحن ما نعذب ذوي الشهداء وينتقلوا بكل محافظة. صار في يعني موجود مكتب تابع لوزارة الدفاع اسمه مكتب الشهداء بكل هي، فبيتابعوا طلباتهم كاملة ودغري هلا صاروا بيبعثوا لنا اياها اما عن طريق النت او طريق الفاكس او هي، ففي تواصل ومتابعة مستمرة لهم. وبظن بالوقت الحالي ذوي الشهداء العسكريين لازم تكون ان شاء الله امورهم كلياتها محلوله وما عاد في صعوبات عم نعانيها معهم، خاصة هلا المراسيم الجديده اللي لسه السيد الرئيس عم يستصدرها وعم تصدر عم تراعي كل الشهداء وعم يتم التواصل والتنسيق بيننا وبين رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة الأمور، وعم تكون إن شاء الله الأمور كلياتها للأسهل ولتلبية رغبات كل ذوي الشهداء الموجودين إن شاء الله. أكيد يا رب، أكيد بسبب الظروف الصعبة أرواح كثير يمكن قدمت فداء للوطن، تضاعفت جهودكم أكثر وأكثر يمكن، ومهام يمكن بقلب المكتب كمان تضاعف. خلينا نحكي يمكن عن آلية العمل، كل حدا يمكن له مهام، كل حدا يمكن هو له طريقة تعامل مع ذوي الشهداء لحتى تنحل كل أمورهم أو ينالوا بطاقة الشرف وتتيسر أمورهم. خلينا نحكي شوي عن آلية عملكم داخل المكتب. بالمكتب نحن بتجينا القرارات من وزارة الدفاع للشهداء الذين اعتبروا شهداء، بنستصدر أول شيء بنطلب صورة لذوي الشهداء، بنستصدر لهم بطاقة الشرف. بالأول كانت تأخذ وقت، هلأ صار بنفس اللحظة يلي بيجوا فيها نتأكد من اسم الشهيد، بتطلع دغري فورا مطبوعة وجاهزة البطاقة، وما ممكن تصدر لأي إنسان غير اللي اسمه نازل ضمن المنظومة اللي تم إحداثها. مستحقاتهم فورا بدل السكن بياخذوه من يعني بشكل فوري متى ما صدر قرار وزير الدفاع. طلباتهم كلياتها ملبات عن طريق وثائق الاستشهاد، بيتجهز لهم الطلب المناسب يلي حسب رغبتهم شو طلبهم، في منهم للوظيفه، في منه بيكون اصبح الولد وحيد للتسريح ولا هي، فكلياتها صارت مؤتمته وعم تصدر بشكل سريع. وما يعني عم نحاول قدر الامكان انه ما عاد ناخر اي عائله شهيد او ذوي شهداء بيراجعونا لاي موضوع بخصهم. سياده العميد، حضرتك كنت قائد وحده المعالجه المركزيه لشؤون الشهداء يلي تعنى بمعالجه شؤون الشهداء، واليوم شهدائنا للاسف في اعداد متزايده كثير كبيره، شو هي الاليه يلي اليوم عم تمشوا فيها؟
هلا بدنا نتشكر القياده اول شيء اللي احدثت وحده المعالجه المركزيه، لان كانت سبب كثير كبير بانجاز اضابير الشهداء وتخفيف العبء عن كافه الوزارات والمؤسسات وذوي الشهداء بانهم كانوا يراجعوا عده امكنه ذوي الشهداء. فكان لهم عمل بوزاره الدفاع، بالسجلات العسكريه، بالتامين والمعاشات، بالاحوال المدنيه، يلي يضطروا تاخذ ايام منهم لانجاز معامله الشهيد ولقبض مستحقاته بصراحه، لان وزاره الدفاع تنجز كامل اضباره الشهيد، وبعدها في لهم مستحقات ان كانت كمؤسسه اجتماعيه عسكريه او كتامين ومعاشات، بيضطروا كانوا لسند اقامه واخراجات قيد وبيانات عائليه. تم إحداث وحدة المعالجة المركزية وباشرنا عمل شهر الرابع من عام 2014، وأخذنا العبء ومسؤولية كل هالعمل بمفوضين، إن كان من شعب التنظيم والإدارة أو إدارة شؤون الضباط أو وزارة الدفاع أو الأحوال المدنية أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، أصبحت كلياتها موجودة بضمن مبنى واحد. فصار تسلسل إضبارة الشهيد كتير بسيطة وسهلة وسريعة، وطبعا صرنا نشتغل كلياته على نظام مؤتمت وربط بين هالجهات، فصارت إضبارة الشهيد بتنجز خلال فترة قصيرة كتير. ذوي الشهيد وهلأ بعد ما انضم كمان، بعد ما أنجزت وحدة المعالجة عملها وصار انتقل مكتب الشهداء، صرنا كلياتنا بنفس المبنى. صار ذوي الشهيد فورا بيجوا بيحسنوا اذا معهم الصور والهي بلحظتها، بياخذوا بطاقه الشرف، بياخذوا بدل سكنهم اذا كان واصل تراكم الاجازات للشهيد بمحافظه دمشق طبعا، او اخوتنا يلي جايين من باقي المحافظات اللي فيها شويه اشكالات او مهجرين موجودين بمحافظه دمشق، فورا بيطلعوا من طابق لطابق بياخذوا التأمين والمعاشات. هلا صار موجود عندنا قوة مصرف عقاري عم تسهل كثير الامور، بيخلصوا من تأمين المعاشات فورا بينزلوا بيفتحوا حسابهم بالمصرف منشان بطاقة الصراف وراتب الشهيد وحتى تعويضه. حاليا كنا نعاني من شوية مشاكل بموضوع حصر الارث والوصاية عن الاطفال، وأظن بقبض حصة القاصرين، فكنا نضطر نبعثهم للمحكمة. مشكورة القيادة بجهدها ومشكور وزارة العدل، هلأ صار عنا قاضي موجود ضمن الوحدة والمكتب بيقوم بهالأعمال هي، صار الوصاية وحصر الإرث، الوصاية وإذن القبض موجودين ضمن المكتب، ما عاد في داعي ينزلوا للمحكمة الشرعية. فوضوا لنا ندبوا لنا قاضي صار موجود حاليا وعم يمارس عمله، وكثير كانت شغله يعني رائعه لذوي الشهداء. انا نيابه عنهم بتشكر لانجز لنا هالموضوع وريح كل ذوي الشهداء من العذاب وانهم ينزلوا يقضوا هي. في شغله بس حابه اوجه عليها ذوي الشهداء، انه نحن عندنا كثير سماسره ان كان محامين او وسطاء او هي بيدعوا انه نحن فينا نسهل لكم معامله الشهيد، معامله الشهيد نحن ما عاد محتاجين منهم ولا ورقه ولا شيء، كلياته ينجز عنا، حتى البيان العائلي عم نصدره عنا. فما في واحد لا يقبض عنهم ولا يحسن يسهل لهم معاملاتهم، لان معامله اي شهيد لا تختلف عن شهيد اخر، لا تختلف وليست بحاجه لا لوسيط ولا لمحامي. بالعكس نحن بنحاول نحاربهم، لان في منهم للاسف عم ياخذوا نسب كثير من دم شهدائنا. صحيح. فذوي الشهداء هن يلي اولى بهالموضوع واولى بانهم يستفادوا من تكريم هالشهداء وما حدا ياخذ لهم من مستحقاتهم. فكثير بنتمنى من كافه ذوي الشهداء الانتباه، انه الوسطاء نحن بنحاربهم، هن مانن محتاجين ابدا لاي وسيط او محامي ينجز لهم ورقة الشهيد. وإذا صار ضحك من حدا قال لهم إنه أنا بسعى لكم، ما في أي إنسان بيحسن يقدم لهم أو يأخر لهم
إلا ضمن القانون وضمن قرارات سيد وزير الحرب. أكيد سيادة العميد رسالتك وصلت، بدنا نشكرك على وجودك معنا سيادة العميد نبال بدر مدير مكتب شؤون الشهداء، ونوجه التحية لكل الجهات المعنية في رعاية الشهداء اللي ذكرتيها على الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها، شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لكم، الله يرحم شهدائنا. آمين. وإن شاء الله النصر قادم، وأهم شيء منقول إنه شهدائنا هنن رمزنا، هنن اللي حققوا لنا بطولاتنا، هنن الوطن، هنن السنابل يلي بدها تحقق لنا النصر، يلي بدمائهم نحن الوطن لساته مستمر وقائم إن شاء الله، والنصر لنا وقريب إن شاء الله. أكيد شكرا كثير لك سيادة العميد، وشكرا لكل الجهود يلي عم تبذل من أجل الاستمرار بالحياة، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك.